السلام عليكم، ازيك يا حبيبي؟ بعمل ايه النهارده؟ رحت بقى جبت ايه لفت عشان اخلله وبوريه لكم ما اعمله. جبت نص كيلو بطاطس وربع فلفل، كيلو ونص كوسه، ربع لحم مفرومه اهي عشان اعمل كوسه النهارده باللحم المفروم. بعد ما اخلص خالص بقوم جايبه شيء عشان انا بحب الشيء، جايبه ربط البقيه عشان احطها مع اللحم المفروم. دلوقتي انا ايه فحرت الكوسه زي ما انتوا شايفين اهو، ودول هيخش على القناه هيلاقيني عاملاها. زي ما انتوا شايفين حبايبي اهو، علقت على المقليه انا هعمل فيها البصله بتاعت اللحمه المفرومه، هسيبها لما بس تسخن خالص المقليه واخرط البصل. زي ما انتوا شايفين حبايبي اهو، حطيت حب الزيت وانا سايبها على الطاجن. لما تتحمر هظهر قبل ما احط اللحم. مثل ما انتوا شايفين حبايبي اهو، البقدونس اهو فصلته اهو سايباه في الميه بتاعته. نجيب الطماطم اللي انا هعمله صلصه علشان احطها على الكوسه اللي احنا المفروض الدمعه بتاعتها بتتحط اهو. زي ما انتوا شايفين اهو هذا كله تبقى هتتفرج. زي ما انتوا شايفين اهو هتبدأ تحمر بقى. هتضرب معلقه ملح كبيره، احط حبة شطة وحبة فلفل. مش عايز تحط شطة ما تحطش، وبحط فيها برضو معلقتين طماطم اللي انا جربها اللي هي بتاعت الصلصة. بس انا بحط في الطماطم 70 توم كده، من تحب تضيف كل حاجة. الناس الجداد اللي يخشوا على القناة يشوفوا الحاجات اللي انا عاملاها. هذاك وقت جميل بقى. خلاص انا هنجيب اللحمة المفرومة برضه اللي عايز يحط بقدونس يحط، مش بيحب يعني ما يحطش. انا بحب احط خضره كويسه يعني حاجه كبيره دي. هسيبها كده شويه واحط لها معلقتين صلصه من النار بتاعت الطماطم. زي ما انتوا شايفين خلصتها اهو، احط اللمعه نص ملعقة ملح، نص ملعقة سمنة. ما عندكم بقى كان عاوزين تشوفوا الملعقة دي تاخد نص ساعة كده وهنطف عليها ونعملها وشها. اهي كسر اللحمة كلها.
عشان النور كان مقطوع، معرفتش اوريهالكوا بقى اما خلصت.